اسمك ايه في البطاقه يا نودي؟ ناهد عبد السلام محمد. تاريخ الميلاد 17/7/89. زغنطوطة لسه. اسمك ايه يا استاذ مراد؟ محمد مراد سالم. لسه مصر؟ انا حجاني، انا مش فاهم ايه اللي بتعمله في نفسك ده. في ايه بس يا مصطفى؟ موضوع الجواز اللي انت مصر عليه ده، مهنودي جنبك اهي، ايه بقى الداعي للجواز؟ ولا انت عايز مشاكل وخلاص؟ وايه اللي هيجيب المشاكل يا مصطفى؟ فعلا لا ولا فعلك بجد؟ هو انت غاوي توقف الجوازه وخلاص؟ طب ليه كده؟ انت عارف صافي لو عرفت ممكن تعمل ايه؟ عارف حياتك هتبقى عامله ازاي؟ ولا تحب اقول لك؟ ما بقتش فارقه يا مصطفى، انا قررت اعمل اللي انا عايزه. انا مبسوط مع نودي وعايزها تبقى مراتي. ايه المشكله في كده؟ الدنيا مش هتخرب عشان مراد هيتجوز. المشكله ان كل يوم والتاني طلع لنا بمصيبه شكل. كفايه موضوع كارما واللي عملته معاها، شركه ومنصب وجو كده، هيقلب ضلمه في الاخر لما يتعرف. مين كارما دي يا بيبي؟ ما تشغليش بالك يا حبيبتي. لا اشغل بالي، انا بغير. اوعى تكون واحده كده ولا كده. ما اقدر يا قلبي، ما تخلصنا يا جدع انت من الليله دي. ماشي يا مراد، هخلصك اما اشوف اخرتها معاك ايه. امضي نبقى نكمل بيانات. الف مبروك وعقبال الطلاق ان شاء الله. مبروك يا عروس. مبروك يا روحي. حصلت. وانتوا كمجلس اداره ازاي وافقت مراد انه يعين البنت اللي اسمها كارما مدير تنفيذي للمجموعه؟ وحضرتك القرار ما اتعرضش علينا للمناقشه، احنا اتبلغنا بيه على الهواء اثناء الاجتماع. لكن طبعا ما حدش يقدر ينكر الدور اللي عملته الانسه كارما من ساعه ما مسكت شركه الكوزماتكس. لكن طبعا منصب مهم وحساس زي المدير التنفيذي ده بيحتاج حد عنده الكفاءه العاليه، وطبعا ده مش قرار انا لوحدي، ده راي جميع اعضاء مجلس الاداره. كلمتوا مع مراد؟ طبعا، وحاولنا بينا وبينه بعد الاجتماع ان احنا نفهمه وجهه نظرنا، لكنه كان مصمم وبشكل رهيب ومش مفهوم على الانسه كارما. انا حبيت ابلغ سيادتك بحكم العشره اللي بينا وبصفتي طبعا واحد منكم وشغال معاكم من زمان ويهمني مصلحتكم. البنت دي قدرت تكسب ثقه مستر مراد في فتره زمنيه قليله، وبقى ليها تواجد ملحوظ، وبصراحه كده الموضوع بقى يقلق. متشكرة، أنا هتصرف. بعد إذنك. ازيك يا قمر؟ حلوة. زي القمر. أنا مبسوطة أوي. وأنا كمان. عايز اقول لك على حاجه بصراحه، صاحبك مصطفى ده زودها قوي وحاططني في دماغه ليه؟ ده ما عندوش قلب خالص. انا مش فاهمه هو عايز يبوظ الجوازه ليه. ما تزعليش نفسك يا حبيبتي، الحكايه مش كده خالص. هو بس قلقان ان صافي تعرف وتعمل مشاكل. هم اصحاب من زمان وعارف طريقه زعلها كويس. ينصحني يعني مش اكتر. يا سلام، وهو اللي ينصح يبقى لسانه زي المبرد كده؟ انا الصراحه انا زعلت منه قوي وجت على كرامتي. انا لولا ان انا بحبك ما كنتش ولا مضيت على العقد ولا تممت الجوازه. معلش، حقك عليا. المهم دلوقتي ان احنا متجوزين، مش ده اللي انت كنت عايزاه؟ انا عملت كده عشاني، عشان تبقي مبسوطه. وانا عمري ما هزعلك عشان انت عايزني افرح. بس انا عايزه ارجع لموضوع مصطفى ده تاني. ايه تاني؟ هو صاحبك قوي يعني؟ ايوه. بتسالي ليه؟ معرفش، حسيته كده ممكن يبلغ صافي مراتك. ده زعلان على الموضوع اكتر منك. لا مصطفى ما يعملش كده. انا قلت لك انا وهو وصافي اصحاب من زمان. والله يا مودي، اللي يتخاف منهم هم دول اللي بيتقال عليهم صحاب وحبايب والحاجات دي. ده يعملها ويعمل اللي اكبر منها كمان. بص، على كل حال حرص ولا تخونش. كويس؟
احسن بكتير يعني من جو البيت. اسف ما عرفتش ازورك الفتره اللي فاتت دي كلها، بس كان صعب عليا قوي اشوفك كنت تعبانه. الحمد لله انك بخير. مالك يا شريف؟ شكلك مش مظبوط خالص. انا زي الفل. تقلقيش عليا. انت فاكر زين؟ تيجي تعمل العاملة والتانية وانا من اول جملة في اذك مخبية لي قدام مامي وبابي. طب انت فاكرة واحنا صغيرين؟ الدنيا برد. تخشي الاوضة تعملي ايه؟ كريسمس؟ ايوه عشان انت رجلك بتكون دافيه وانا لا، وكنت تقعد تزقني عشان اطلع من السرير. فرقت ما بين العيال. كانت كل حاجه هتبقى سهله وبسيطه. كل ما بنكبر الدنيا بتتعقد حوالينا. كل ما بنكبر اكتر بتتعقد زياده وما بنعرفش نحلها. يعني غريبة يا شريف ان انت اللي بتقول الكلام ده. ده انت اكتر حد بيعمل اللي هو عايزه وعايش حياته بالطول والعرض. مصطفى صبري زمان قال لي حاجة. بس واحد يا شريف انا مش قادر تقبلي سيرة الانسان ده تاني. ايه اللي عصبك كده؟ هو مزعلك في حاجة؟ ثقيل على قلبي، في كل حاجة وفكر نفسه واحد من العيلة. مين ده أصلا؟ أبو إيه الجديد؟ هو واحد من العيلة فعلا، وإحنا قد كده كبرنا لقينا مصطفى صبري. شريف أنت في حاجات مش عارفها. هو مراد حكى لك حاجة تخص مصطفى؟ إيه علاقة اللي أنا بقوله ببابي؟ قصدك إيه؟ عاملة ايه يا سارة النهاردة؟ كويس؟ لا شكلك أحسن كتير. دي حقيقة. ازيك يا شريف؟ كويس. أنا آسفة يا سارة، امبارح ما قدرتش أعدي عليكي. كان عندي شوية شغل. واضح إن كارما مهتمة بيكي أوي. آه على طول بتجيلي، وحتى لما مش بتجيلي تكلمني بالتليفون. ها؟ فيكي الخير والله. سارة زي أختك برضو. طبعاً سارة زي أختي وأكتر كمان. وأنت كمان. كفاية عين أخوات. معرفش أكتر من كده ممكن تعمل إيه. هو في إيه؟ معرفش. أنا نسيت أشوف. إيه؟ شريف. شريف. انت عايزه مني ايه؟ انا مش فايقلك. ما تبطل شغل العيال ده بقى. انا محتاجه اخويا جنبي زي ما ساره محتاجاك. مالكيش دعوه بساره، هي هتبقى تمام. بطلي انت بس شغل المسكنه بتاعك ده. بعد عني يا كارما. انا مش بتمسكن ومش هبعد عنك. مش شايف شكلك بقى عامل ازاي؟ برعايتك انت ومحمد مراد. تعرفيش انا قرفان من نفسي قد ايه، وقرفان منك، وقرفان من مراد، وقرفان من صافي، وقرفان من الدنيا دي كلها. كل فلوسه وكل نفوسه في ناس صغيره ولا تفرق معايا ولا تكفيني عشان ابقى بني ادم. انا كنت بتهجم على اختي يا كارما. اللي بيجري في عروقنا دم واحد، ولا انت مش عارفه؟ شفتي وسخه كده؟ والمخدرات هي اللي هتخرجك من كل ده؟ هي طريقه، ولو انت عندك طريقه تانية قوليها لي. بس لحد ما ده يحصل انا بتمنى من ربنا اخد جرعه زياده واتخمد ما اقومش وتخلصوا مني واخلص منكم. يا شريف انت لما حاولت تتقرب مني فده كان عشان صلة الدم اللي بيننا. سامح نفسك، انت ما كنتش تعرف. انت اخر واحده تتكلم عن التسامح. فقد الشيء لا يعطيه كرم. واحده زايد فتحت عينيها لقيت نفسها موجوده في السجن، وبعدها اترمت في ملجأ. لقيت جوع وفقر واهمال وقله قيمه. حاجه من دول كفيله تخلي اي بني ادم يبقى كتله من النار ياكل اي حاجه تيجي في طريقه. صافي قالت عليك لعنه، لعنة على أي حد يقرب منك أو يدخل حياتك. أنت لعنة يا كارما، فاهمة؟
منظر شريف هزني، وكلامه كان كأنه سكاكين تحت جلدي، كلامه وجعني أكتر من قدرتي على تحمل الوجع. مشي وسابني واقفة وأنا مش عارفة أنا حاسة بإيه، هو أنا عايزة أدمره ولا عايزة أنقذه؟ عايزة أخد منه كل حاجة ولا عايزة أقف جنبه؟ هو أنا مين ولا أنا إيه؟ إيه اللي بعمله؟ هو ينفع بني آدم يحب حد ويكره في نفس اللحظة وبنفس الدرجة؟ ولا أنا اللي بجد لعنة كل اللي قرب مني حياته تتدمر؟ ما كنت تديها إدارة المجموعة كلها وحتى تاخد مكانك؟ ده شغلي من حق ماشي بطريقتي، أنا مش بتدخل في شغلك يا صافي. وقول لي تعيني مين وترفضي مين؟ وأنا ما بتدخلش في شغلك، لكن ما تنساش فلوسنا كلها في المجموعة دي، ولما يبقى فيه قرار مصيري زي ده يبقى تقول لي تاخد موافقتي عليه. وكانت فين مصلحة المجموعة لما سرقت مني صفقة عمق؟ ولا أنت بتنسي المجموعة لما تتعارض مع مصلحتك الشخصية؟ في ناس كتير أفضل من كارما يبقوا في المنصب ده. مش كفاية إنها خدت مكان سارة في شركة الكوزماتكس؟ الشركة دي كانت هتضيع بسبب سارة، لولا كارما أنقذت الموقف وحلت المشكلة وعملت شغل هايل في الفترة اللي فاتت. ولو بتفكري في مصلحة البيزنس بجد هتعرفي إن قراري كان سليم. أنت كده البنت دي سحراك ومسيطر عليك؟ أنت ليه مش بتحبي كارما صافي؟ أنا في البيزنس ما بحبش وبكره، أنا بحكم عقلي. وهي دي مشكلتك، بتحكم عقلك في كل حاجة. من الآخر يا مراد، أنت هتشيل كارما من المنصب ده. أنا آسف يا دكتورة صافي ناس، طلبك مرفوض. معقولة؟ إيه اللي بيحصل يا عمر؟ إيه الدخلة دي؟ إيه اللي بيحصل؟ أنا مش فاهم. بنت جابي، انت عملت معاها ايه؟ معرفش اي حاجه عنها. قول لي اللي حصل، انجز يا امين. اختفت، في شبهه خطف ومفيش اي معلومات. الكلام ده يعني ايه اختفت؟ حتى لو انا مالي، انا رجعت البنت سليمه، معرفش اي حاجه عنها. فعلا يا عمر ولا في حاجه انت بتفكر فيها ومش عايز تقولها لي؟ عيب يا امين، انت الراجل بتاعي وعارف كويس ان لو عملت حاجه كنت هقول لك. انا خدت حقي، الموضوع انتهى بالنسبه لي. المهم جابي يصدق الكلام ده لانه بيغرق وبيلطش في اللي حواليه، وانت اول واحد هيفكر فيه. مش على عمر هدايه الكلام ده، حتى لو فكر يقرب هدمره. ازيك يا شريف؟ ليك حق ما تبقاش عايز تشوفني. ما انت عارف كده بتكسف نفسك ليه؟ عشان انا لسه ابوك يا شريف، ومهما حصل بينا هفضل اكتر واحد بيحبك في الدنيا دي كلها. كلام يا بابا، كنت اللي اثبت لي انه كلام. عشان كده انا عايز احب حد ولا حد يحبني. وارجوك تنسى ان ليك ابن اسمه شريف. انا اسف يا شريف، انا غلطت. انا عمري ما وديت ايدي عليك حتى وانت عيل صغير، طول عمرنا كنا اصحاب. فاكر يا شريف اول سيجاره شربتها في حياتك كانت معايا، اول ازازه؟ كل الحاجات الصح والغلط انا اللي عرفتك عليها. كنت اخويا الصغير اللي بصالحه بكل حاجه بذمتك. في اب يعمل كده مع ابنه؟ بذمتك انت في اب بيعمل كده مع ابنه؟ الكلام ده انت ساعه ما عرفت كل البلاوي اللي انت عملتها وردت نفسك فيها وردتنا معاك. مفيش حد مش بيغلط يا شريف، المهم لما نغلط نحاول نصلح الغلط قد ما نقدر.
وده اللي انا بحاول اعمله. يمكن متاخر بس مش مهم. المهم انا عايز. كنت مستني عشان تقولي الحقيقه. شايفني بعينيك وانا بحبها وسبتني. بقرب منها وسبتني. جيت طلبت ايدها للجواز وسبتني. وانت عارف انه ما ينفعش. جاي بعد كده تقولي لا؟ لو انت فاكرها سهله قوي كده. انت خربت لي حياتي. صدقني يا شريف ما كنتش اعرف. لا كنت اعرف ان كارما بنتي ولا اني عندي بنت بالاساس. حكايه قديمه مع واحده اسمها زينه وخلصت من سنين. لما كارما ظهرت في حياتنا كانت بتحاول تلاقي طريقه تقول لي بيها الحقيقه دي. في الوقت اللي انت حبيتها. ولما عرفت انها بنتي حاولت احذرك بس فاجئتني وقلت لي انك انت بتحبها وعايز تتجوزها. ما كانش قدامي غير اني امنعك. امنعك عشان مصلحتك. مش عايزك تنكسر لما تعرف الحقيقه. بس الحال بقى. شايفني مش مكسور؟ انا عمري ما اعرف اسامح. ولا سامح. ولا اعرف انسى اللي انت عملته في ايه. بلاش القسوه يا شريف. كارما ملهاش اي ذنب في حاجه. هي اكتر واحده مظلومه في كل ده. حياتها اتسرقت منها وعاشت سنين صعبه بعيده عني. ده حقيقي. حكيت لي على كل حاجة. ازاي تعمل فينا كده؟ كنت شاب صغير وقتها طايش بعمل اللي يجي على بالي. غلطت في حق زينة وجيت عليها. لما عدت السنين شفت حياتي بشكل تاني وندمت. وما بقتش عايز أي حاجة في حياتي غير إني أعيش وبالي مرتاح. وأهم حاجة في دنيتي اني ما اخسرش ابني صاحبي. انا محتاج ابني معايا يا شريف. محتاج ابني جنبي وفي حضني. افهم بحبك قد ايه. انت عارف قد ايه انت وجعتني. عارف انا ما عنديش اغلى منك في الدنيا. لما بسمع اسم الشريف فراد واسمك بقى بعد اسمي احس ان عندي ظهر. انا وحشت حضنك قوي. انت عارف انا بحبك قد ايه؟ انت امي. يا فندم يا فندم ما يصحش كده يا فندم. يا فندم ما يصحش كده. بنتي وين يا عمر؟ سوري يا مستر عمر ما قدرتش امنعه. خلاص روحي انت. اوكي اهدى يا جاني. بنتي وين؟ وديت بنتي وين؟ رد عليا يا عمر. وانا اخطف بنتك تاني ليه يا جاني؟ اللي كان بينا خلص فخلاص. وبعدين ليه اعمل فيك كده؟ لو فكرت شويه هتعرف ان انا اخر واحد ممكن اعمل فيك كده. انا خدت حقي فليه اخش معاك السكه دي؟ انت الوحيد اللي قدرت توصل لخديجه وتعرف مكانها. مين غيرك اللي هيجي صعوبه؟ انت اكيد عندك مشاكل كتير وكتير عايزين يضربوك في ظهرك. دور وشوف وهتعرف مين وصل لبنتك زي ما انا وصلت قبل كده. بنتي لو حصل لها اي شيء انت المسؤول قدامي. عم تفهم شو عم بحكيك؟ انت اللي دورت وراها وطلعتها للناس بعد ما كان ما حدا بيعرف انها بنتي. قلت لك مش انا ولا عارف هي فين من ساعه ما مشيت من مصر. حتى لو مش انت راح تدفع ثمن كتير كبير لو اي شعره اندقرت من خديجه. بنتك مش عندي وعمري ما اقرب منها تاني طول ما انت ايه بعيد عن شغلي وعن عيلتي. كلامي خلص. ارجوك يا عمر بيك اسال انه انا جادي اللي بنفسك بالشغل. انا قلب وقلبي محروق على بنتي وما راح احسن كمل حياتي لو خديجه حصل لها اي شيء. كامل صدقني ما اعرفش هي فين. ولو عملتها كنت هقول لك زي ما عملتها قبل كده. ماشي شكرا يا عمر. بس ادعي لخديجه ما يحصل لها شيء. لانه لو حصل لها اي شيء الكل حيخسر وما راح اقدر سامح اي حدا كان له علاقه من بعيد او من قريب. ماشي
وحشيني يا ساره. الدكتور قال لي انك اتحسنتي قوي. مش شايفه وشي منور ازاي؟ هانت يا حبيبتي قريب هتخرجي. لا هنا احسن بكتير، مش حد بيضايقني. البيت كان وحش من غيرك، ملوش طعم، كانش فيه روح. ايه مش لاقي حد تتخانقي معي؟ سارة بلاش نتكلم في الماضي. انا قلت لك قبل كده هتشوفي مني معاملة غير اللي شفتيها طول حياتك. معاكي حق، ما تصدقيش ولا كلمة، اديني فرصة وانا متأكدة الوقت هيخليكي تصدقيني. انا اسفة يا سارة، اسفة على كل حاجة عملتها معاكي، اسفة. تغيير غريب قوي يا مامي، مش فاهمة، مش فاهماكي، مش فارق لي بصراحة اعرف انت بتعملي حتى كده ليه. جايز اكون اذيتك بس جايز؟ لا خالص، انت ولا عمرك جيت عليا في يوم، ولا عمرك قللت مني، ولا حتى ضيعت مني حب حياتي. انتي ما اذيتنيش خالص يا ماما. سارة أنا عمري ما كرهتك، وكل حاجة عملتها معاكي لأني بحبك وعايزاكي تبقي مبسوطة وتكوني أسعد واحدة في الدنيا. دمرتي لي حياتي عشان بتحبيني؟ لا ده منطق غريب قوي بصراحة. ما كانش ينفع أسيبك تبوظي حياتك وأفضل ساكتة. أنتي قلتي حياتي مش حياتك يا مامي، المفروض كنت انا اختار انا عايزه اعمل فيها ايه. انت حتى سرقتي مني الحق ده. وانا اعترفت لك قبل كده وقلت لك ان انا كنت غلطانه وغبيه، واني مش هجبرك على اي قرار هتاخديه ولا هلومك على اي تصرف. واللي انت شايفاه صح اعملي حتى لو انا شايفاه. كل اللي يهمني دلوقتي انك تخرجي بالسلامة وتسامحيني، تسامحيني على كل حاجة عملتها غلط في حقك، في حق نفسي دلوقتي وزمان. سارة مش انت بس اللي غلطتي، كلنا بنغلط، بس المهم لازم نسامح عشان نقدر نكمل. عايزاكي تفهمي حاجة، انتي وشريف ومراد أهم حاجة في حياتي، علشانكم مستعدة أخسر نفوس، فلوس، سلطة، أي حاجة، وأقف قدام قصاد أي حد وأدمره لو كان هيأذي عيلتي. المهم عيلتي، انتوا، سارة، أرجوك يا ماما خلينا ننسى اللي فات، نفتح صفحة جديدة. أرجوكي. أنا كمان آسفة. مش قصدي مكنتش مشرفاكي. ازيك يا عزم؟
باشمهندس الشريف اهلا بيك. بقالك كتير يعني ما جيتش الشركه. معلش مشغول شويه. اتفضل انت يا عزم. تحت امرك يا فندم. اتفضل. ايه؟ في كلمتين من المرة اللي فاتت نسيت تقولهم؟ على فكرة أنا مش جايبة معايا كلام خالص. أنا جاي أعتذر لك. وأقول لك أنا آسف على كل الكلام اللي قلته لك آخر مرة. كنت قاسي قوي معاكي، ما كانش ينفع اكلمك بالطريقه دي، وفعلا كان عندك حق. انا وانتي مالناش ذنب في اللي بيحصل ده كله، وبندفع ثمن غلطه ابويا اللي هو ابوكي، وللاسف انا اللي لازم اشيل كل ده. لما كنت بقرب لك زمان كنت بتصديني، كنت بستغرب نفسي قوي انا ليه متعلق مش عارف ابعد عنك، بس لما قعدت افكر في احساسي ناحيتك لقيت حب مش مفهوم. ما كانش ليه عندي اي مبرر، كنت بستغرب نفسي قوي انا ازاي مش عارف افرمله. انت ليك اختي وانا مش عارف، بس من هنا ورايح تبقى ليك يا اخ بيحبك وبيخاف عليك، والاهم من ده كله انه بقى ظهرك تقدري تتسندي عليه وتطلبي منه اي حاجه انت عايزاها. انا ممكن اطلب منك طلب؟ عايزين نبدا صفحه جديده زي اي اتنين اخوات يخافوا على بعض يحبوا بعض. انت بتتكلم جد يا شريف؟ يا روح قلب شريف. انا مش مصدقه نفسي. انت احلى وارق اخت في الدنيا. انا ورايح انت وسارة اهم عندي من كل حاجه. هات له الطلب كمان. طيب طب زادت ممكن حضن تاني عشان زمان كنت بتضربيني. ربنا يخليك ليا. يخليك ليا. بس جابها اشعاعات بقى. ما عندكش انا.